في اصلا مصطلح من حقنا نقوله اسمه كده؟ يعني ينفع اسال اقول الطفل بيكذب ولا لا؟ الاطفال بتبقى قصدها تكذب او قصدها تقول اللي هي بتقوله ده وما يكونش حقيقي؟ طيب خلينا اشكرك على السؤال، لان هو فعلا ده اللي زي ما بنقوله كده بالعاميه مربط الفرس. ليه انا بصنف ان ابني بيكذب او صادق؟ ابتداء لغايه سن 7 سنوات ما ينفعش الصق بابني تهمه انك كذاب او انت بتكذب. الكلمه دي تربويا ونفسيا واجتماعيا لا تصح، ما تقولهالوش اصلا. تمام؟ شجعه دايما انك تقول الحقيقه، تمام؟ بكذا طريقه، او تقول له انك انت صادق، ما تقولوش انت بتكذب اطلاقا. طيب نخش بسرعه من الاجابه للسؤال بتاعك، انواع الكذب عند الاطفال. لما فرويد قسم نمو الاطفال لمراحل ساعدنا احنا في المعامل النفسيه ان احنا نعرف كل مرحله وسماتها. يعني من سن 2 لسن 3 سنين هو بيكون بادئ في السن الخيالي شويه. يعني ايه خيالي شويه؟ يعني حتى لو كذب في هذه المرحله هو كذب ادعائي، ان هو شاف فيلم معين، كرتون، شاف فيلم انيميشن معين، فهو بيعمل ادعاءات ان هو ممكن يكون لسه اكتشف نوعيه الحلم، يعني اكتشف ان هو بيحلم، فهو ما يعرفش يفصل ما بين الحقيقه والحلم، فهو بيفتكر ان الحلم ده جزء من الحقيقه. شاف رؤيه او في المنام بتاعه ان ابنه اخوه الكبير بيضربه، فيفتكر ان ده واقع، فيقول من اسبوع انا اخويا ضربني، وهو ما حصلش، فهو بالتالي هو ما بيعرفش. الناحيه الثانيه كمان هو ما بيعرفش الضمائر، ان يقول الفرق ما بين اسبوع او اول امبارح او امبارح، فهو بيلخبط الدنيا شويه، فده بنسميه الكذب التخيلي او الكذب الادعائي. في حاجه تانية من الكذب، ده من سن 3 سنوات لغايه سن 5 سنوات. ده اسمه كذب دفاعي. والكذب الدفاعي ده ليه؟ لانه في مره مثلا، احدى المرات، ماما جميله ابنها خبط كوبايه، الكوبايه اتكسرت، فهي عارفه ان هو اللي خبطها، فتيجي تقول له مين اللي عمل دي؟ فهو هيقول لها انا، فروحت عقبته. العقاب الشديد في اللحظه دي، فهو بيقول ده لما انا بقول الحقيقه واقول ايه اللي عملته فهتعاقب، فلو انا ما قلتش الايه اللي عملته فما تعاقبش. وساعتها بنسميه هنا نوع الكذب ايه؟ كذب دفاعي، ان هو بيدافع بيه عن نفسه. طيب في احد الكذب الجميل اللي بيعملوه من بعد 5 سنين ل7 سنين. الكذب ده هو كذب الشو او كذب الشهره. هو شاف ان لما بيرجع من الكي جي او بيرجع من المدرسه اخذ ستار، اخذ سمايل فيس، اخذ يعني اي نوع من انواع التشجيع. التشجيع بيتقال في البيت برضه برافو، بيتقال له ممتاز، فيجي يقول على فكره انا المس رسمت لي سمايل او ادتني ستيكر عليه سمايل او قالت لي برافو او ادتني 10 من 10 على الهوم وورك. فساعتها لما تيجي احنا نشوف الدايلي او نشوف ايه اللي حصل في اليوم بتاعه ما نلاقيش ان حاجه هنا، فساعتها هعرف ان ابني بيكذب. فما نحطش اولادنا، وده بنسميه ايه السبب، ما نضغطش هنا بقى عليهم بالظبط، انت عملت غلط وبتاع. حلو جدا، لا ما تواجهوش الجزئيه دي، لكن اساله انت اسمه تقريريات التحقيق، يعني ايه؟ اقول له طب انت جاوبت سؤال ايه عشان المس اديتك 10 من 10 او اديتك ستار؟ فيبدا يقول لك لا انا تخيلت او انا حسيت او كان نفسي. طب ما ممكن يتهرب يقول لك ده واجب. نراجع بقى ايه اساس المشكله. اساس المشكله ان انا بقارنه طول الوقت، فالمقارنه دي انا اللي ضغطه ومش مديله شعور بالزبط. بالثقه كفايه، فهو بيطلع حاجات مش حقيقيه علشان يشعر بالاطمئنان وبالقبول عند اهله. صحيح. ويشعر بانهم مقدرينه. صحيح، او اكتساب التقدير المزيف حتى، وده اللي بنقوله حتى في التربيه الايجابيه، ان هو التربيه الايجابيه برضو مش لاقيه ترحاب عند بعض الناس اللي بنسميهم اولد فاشن،